السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي، لقاء متجدد لأسعار الدولار والعملات في البنوك وأسعار الدولار والعملات في السوق السوداء ليوم الخميس 23/5/2024 من قناتي أنا وحياتي. أهلا وسهلا بكم اخواتي الأعزاء. أولا أسعار الدولار والعملات في السوق السوداء، لكن فضلا وليس أمر، أتمنى تشاركوني وتدعموني باشتراك ولايك. الدينار البحريني سجل 121 جنيه 19 قرش، الريال القطري 12 جنيه 61 قرش، الريال العماني سجل 119 جنيه 39 قرش، الجنيه الاسترليني 58 جنيه 48 قرش، الدينار الكويتي 149 جنيه 73 قرش، الدرهم الإماراتي 12 جنيه 51 قرش، اليورو 49 جنيه 81 قرش، الريال السعودي 12 جنيه 25 قرش، الدولار الأمريكي النهارده في السوق السوداء سجل 48 جنيه 95 قرش، والبيع سجل 49 جنيه 91 قرش. أسعار الدولار والعملات في البنوك: الجنيه الإسترليني سجل 59 جنيه 36 قرش، الدينار الكويتي 147 جنيه 42 قرش، اليورو 50 جنيه 58 قرش، الريال السعودي 12 جنيه 40 قرش، الدولار الأمريكي في البنك النهاردة سجل 46 جنيه 74 قرش. بشكركم إخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.